أعلن المكتب الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعيين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة بهدف الإسهام في تسليط الأضواء على قضايا الأطفال. لقد حان الوقت الآن أن نأخذهم بعين الاعتبار، لأن العالم الجدير بالأطفال عالم جدير بكل شخص. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعمل منذ أكثر من 60 سنة بمجالات الصحة والتربية والحماية والمياه والصرف الصحي لحتى تحقق هالحلم. احنا فخورين كثير وجدا جدا فوق العالم فوق العادي طبعا بهذا الوظيفة الجديدة لنانسي أجرم المشهورة المغنية اللبنانية. مؤسسة يونيسف ان تعيني سفيرة نوية الحسنة بالشرق الأوسط وبشمال أفريقيا، هذا بعتبره أهم حلم وأحلى حدث صار معي بحياتي كإنسانة وكفنانة وكأم لحديت هلا. إشارة إلى أن الفنانة عجرم هي السفيرة الثانية الإقليمية لليونيسف، ويحمل الممثل المصري محمود قابيل هذا اللقب منذ أواخر 2003.